السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سأقدم لكم تفاصيل خاصة عن محاولة اغتيال محمد المديوري الحارس الشخصي للملك الراحل الحسن الثاني. تعرض محمد المديوري المدير السابق لحرس الملك الراحل الحسن الثاني مرفوقا بسائقه لمحاولة اغتيال بواسطة السلاح الناري، وذلك يوم الجمعة 17 ماي الماضي من شهر رمضان، وبالقرب من مسجد الأنوار بشارع على الفاسي بمدينة مراكش المغربية، ومن طرف مجموعة أشخاص كانوا يركبون سيارتين وأحدهم يحمل سلاحا ناريا حسب ما أوردته مصادر إعلامية. وحسب مصادر، فأثناء نزول المسؤول الأمني السابق من سيارته قاصدا المسجد، قام أحد المعتدين بتصويب مسدس نحو عنقه. ولولا أن المديوري لديه خبرة كبيرة في التعامل مع هذه المواقف للقي حتفه. تضيف مصادر التي أكدت لنا أن المعنية بالأمر نجا من موت محقق، وعند محاولة سائق المديوري التدخل لتقديم المساعدة تلقى ضربات أسفرت عن إصابته بجروح بالغة جدا من طرف المعتدين قبل أن يلوذوا بالفرار. وقد تم فتح تحقيق من طرف السلطات الأمنية من أجل التعرف على هوية المجرمين وتحديد أسباب الهجوم إلى ذلك. وبحسب مصادر، فإن أفراد العصابة سطوا على سيارة المديوري وهي من نوع رانج روفر 2018، وقد تجندت جميع الأجهزة الأمنية من أجل الوصول إلى أفراد العصابة، والذين أكدت بعض المصادر أنهم محترفون، ولا شك أنهم كانوا يتعقبون السيارة منذ أيام وقبل أن يستولوا عليها. وعلمت مصادر مطلعة أن مسؤولي ولاية أمن مراكش فوجئوا بكون كاميرات المراقبة المبتوتة بشارع على الفاسي كانت غير مشغلة، ما صعب مأمورية الأجهزة الأمنية في الوصول إلى الجنة في أسرع وقت ممكن.